السلام عليكم أحبتي متابعي قناة كارتون شو، أهلا وسهلا بكم. هذا هو درسنا الرابع في الأنمي. بعد أن سوينا الشخصية وكملناها، نجي الآن للعظام. نربط نرسم العظام. العظام طبعا هاي الشخصية كلها خليناها بجروب. أحد الأصدقاء يسألنا شلون نسوي جروب. جروب تسوي يعني تظللهن كلهن تظللهن مثلا، وكليك يمين ويطلع لك جروب وذ سيلكشن، هذا جروب. او تيجي منا وتلقى كلمة جروب مكتوبة. هاي طريقة الجروب شلون نسويها جروب. هسه كلهن نخليهن بجروب، كلهن خليناهن بجروب، وكليك يمين عليهن، كليك يمين ونقول لك convert to bone. هذه convert to bone، نختار كليك يمين على الجروب ونقول له convert to bone. صار هسه عندنا حولنا الى العظام. الان نجي للعظام. العظام من هذه الاداة الزائد، هذه الاداة الثانية اللي هي زائد، هذه من هذه، من هاي نضغط عليها ونجي نرسم اول عظمة نخليها بهالطريقة. العظمة الاولى، هذه العظمة الخاصة بتحريكة يمين يسار الى اخره، وهي باقية حمراء. نرسم أول واحد، ونرسم الصدر، ونرسم للرقبة، ونرسم للرأس. خلصنا منهن. لاحظ أنها الأخيرة الرأس حمراء، يعني لونها أحمر بمعنى أنها محفزة. نجي هنا نضغط بالمكان الفارغ، يعني نختار هاي السيلكت بون، لاحظ، ونضغط بالمكان الفارغ حتى نروح تحفيز، يعني تصير ماكو حمراء، ماكو واحدة حمراء. نرجع على اد، نضيف عظمة ثانية، نضيف عظمة ثانية، نسلك من أداة التسليك، نسلك فقط هاي العظمة الصدر، هاي عظمة الصدر نسلكها، ونجي نضيف عظمة للإيد. هاي واحدة وهاي اثنين وهذه للكف. نيجي سيلكت، نضغط بالمكان الفارغ ونسلك الصدر مرة ثانية، ونجي للعظمة مالت الإيد اليسار. هاي واحدة وهاي اثنين، لاحظ شلون تشكيلة العظام، وهاي ثلاثة وهاي ثلاثة. نجي هسه إلى عظمة الرجل، نجي نضغط على هاي سيلكت بالمكان الفارغ حتى تروح هاي، ونجي نسلك الروت هذه أول واحدة، ونجي الى نصعد شويه عظمة الساق، هذا الرجل، هاي هاي وحده وهاي اثنين وهذه للشوز. نجي سيلكت، نضغط بالمكان الفارغ ونسلك هاي العظمة، ونقول واحد اثنين وهاي الثالثة. تقدر هنا تضيف اي عظمة ثالثة. لاحظ ان هسه صارت هذه عظمة، هذه صارت عظمة، لاحظها صارت هسه عظام. هسه العظام إذا نريد نحركهن، إذا تلاحظ العظام لما نريد نحركهن يتحركن لأن القوة موجودة. نسلك كل العظام كنترول أي، كل العظام، ونجي لهذه الأداة، لاحظها هاي الأداة، هذه الأداة بون سترين، نضغط عليها، لاحظ هاي الهالة الموجودة، شوف أكو هالة موجودة هنا، هذه الحمراء. نضغط كليك يسار ونسحب الى ايدنا اليسار، لاحظ راحت صار صفر. او اذا هي شكل منا من فوق نسويها صفر وندوسها صار صفر. هسه اذا نريد نحرك العظام، شوف العظام لوحدها تطلع، هاي العظام لوحدها تطلع. نجي نفتح الجروب وناخذ لاير لاير، نفتح الجروب وناخذ لاير لاير. نجي لو فرضا أول مرة الهيد، ناخذ الهيد، هذا الهيد، لاحظ هاي الهيد، ناخذ الموث، هذا الموث، هذا هو كله جروب كامل. نجي نضغط على هذه وانت على الصفر، لاحظ كون تكون انت على الصفر، نضغط على هاي الأداة اللي هي بيند لاير، أضغط عليها وبعدين اضغط على العظمة. يعني اول مرة اضغط على الجروب الفم، وبعدين اختار
البيند لاير واضغطها على هذه. هسه هذا هاي احنا اخذنا درس هو الربط باللايرات بالطبقات. نيجي الهير شعر، هذا الشعر، هذا الشعر من هذه الأداة، لاحظ هاي الأداة، من هاي الأداة بون سيليك، نسلك العظمة مالت الرأس، نسلك العظمة مالت الرأس ونجي السحنة هذه فقط، نجي الهاي هير، نسلك العظمة، نسلك العظمة ونقول له نقدر نفس الطريقة، نفس الطريقة نقدر خلي بس ناخذها أول وحدة. هسا هاي الهير، هاي الهير إذا تلاحظ هاي الهير، نختار العظمة وبعدين نختار هذه لتأشير النقاط ونقول له بيند بوينت. نجي للأذن، احنا مختارين العظمة، نفس العظمة عظمة الرأس، ونختار هذه ونختار هنكلين. راح امشي سريع لان هذا الدرس احنا ماخذينه اللاير هذا الثاني، عفوا خل ما مسلك شيء. هسه ناخذن كلهن، نجي للبراوز نفس الشيء، نجي للحاجب الثاني نفس الشيء بيند، نجي للنوز انف، نجي للوجه فيس كله، ونجي الهير باك الشعر الخلفي. هسه نجي للموث نرجع عليه ضفنا، ونجي للعين لاير العين ايضا نضيفه، ولاير العين الثانية نضيفه. هسه اذا نريد نحرك، اذا تلاحظ نحرك الراس كله يتحرك سويه، خلصنا الراس نجي للرقبة، نجي للرقبة هذه الرقبة، نختار الرقبة، نختار عظمة الرقبة هذه ونسلك النقاط كلهن ونقول له بيند. خلصنا الرقبة، نجي الآن إلى خلصنا الرأس، هذا الهيد ما نحتاجه. اليد يا إيد، هذه الإيد راح نختارها، هذا الباتش نختار الباتش، ونختار هاي الأداة، ونختار اللي العظمة اللي فوق الباتش مو تحتها، فوقها هذا الباتش، وهذا الإيد الثانية إذا تلاحظ نختار هالعظمة اللي هي هذه، سنختارها كلها وسوينا لها بيند. هذا الهاند أب أيضا نختار هذه العظمة، أي اختيار للعظمة مو صحيح ما راح يتطبق عندك. الكف نختار هذا البيند لاير وخلصناها. هسه خلصنا هاي الإيد، نجي للإيد الثانية، الباتش نفس الشيء نختار له هاي العظمة، الإيد هذه الأسفل نختار هاي العظمة ونختار هذه. إذا تلاحظ نجي للإيد الثانية نختار العظمة ونختار بين بوينت، والكف نختار له بين لاير اللي هو هذا. هسه إذا تلاحظ أن هاي الإيد تتحرك، الإيد تتحرك كلها، وهاي الإيد أيضا تتحرك وتتحرك نفس الشيء. نجي هسه خلصنا الإيد، نجي للبودي أب، البودي اللي هو الفوق، نختار العظمة الروت هذه تحت ونختارهن كلهن ونقول له بيند. بعدين نجي للعظمة الثانية اللي هي هذه، ونختار من المنتصف، منا نختار حتى من يميل يمين ويسار. خلصنا. هسه الرجل الساق، او خلنا نجي للبودي داون، البودي داون نختار عظمة جوا هذه ونختار لك اللي حتى نتخلص من هذه. هسه نجي للرجل، نجي للرجل هاي الرجل، نختار اول وحدة الفوق ونختارهن كلهن ونقول له بيند. نختار الثانية بس خلينا نشوف اكو، احنا فقط
بالساق نحتاج إلى هنا نقطة وهنا نقطة، احنا سويناها وهنا نقطة وهنا نقطة، سوينا أربع نقاط وهنا نقطة وهنا نقطة، نحتاج النقاط ها كلش ضروريات. هسه نختار أول وحدة، نختارهن كلهن ونقله بين، نختار هاي الثانية ولاحظ النقاط ويا تقاطع العظام. هسه خلصنا، هسه نجي للشوز، هذا الشوز نختاره فقط، بس الشوز هذا خلصنا من عنده. نجي الليق الثانية نسوي لها أيضا نقاط، احنا ما مسوي لها النقاط، هاي النقاط حتى من تصير حركة سوفت، يعني حركة زينة عدلة ما بيها تكسرات. هسه نختار العظمة الفوق ونختارهن كلهن لأن هي تحركهن كلهن. نجي للعظمة اللي بعدها نختارها، نختار للنص حتى تتحرك، ونختار الشوز الحذاء، فقط الحذاء نختاره. لاحظ هسه خلصنا. إذا نريد نحرك الساق الرجل، لاحظها تتحرك، الرجل تتحرك، هذه الرجل تتحرك. هسه خلصنا هذا، خلصنا هذا العظام، كملناهن كلهن بجروب واحد. نجي للستريج، مثلا الرقبة، عظمة الرقبة هذه عظمة الرقبة إذا تلاحظها، نجي من العظام نسوي لها تحديد، يعني نقلها 10، نعطيها ناقص 10، ناخذها 10 حتى لا تتحرك زايد، يعني إذا نريد نحركها لاحظها ما تتحرك هواي، تتحرك قليل. الرأس أيضا نحدده نسوي له 70، أوكي، هذا أيضا نسوي 70 ناقص 70. نجي للساق، هذه نسويها 70 ناقص، هذا كلهن يحدد الحركة، زاوية الحركة هذه 70 و70، لأن احنا ما راح نحركها زايد هذا، أوكي. وذني اثنينهن إذا نختارهن نسويهن 10، سويهن 10 ما تتحرك الشوز هواي حركة. هسه خلصنا هذا العظام، هسه خلصنا ربط العظام، خلصنا ربط العظام، وهذا الربط طبعا صار بواسطة اللايرات وبواسطة النقاط أيضا إذا شفتها. هسه المهم هذا راح يبقى عندنا شلون نسوي الاكشن للعظام، يعني الحركة. اذا تلاحظ ان هاي الرجل اذا اسوي هاي الشكل، لاحظ انها تصير بها تكسير اذا اسويها بهالطريقة، لاحظ هذه مو عدلة، هذه الحركات راح نسويها بالاكشن. انتظرونا بالجزء الثاني من العظام في الفيديو التالي. بالأخير اللي عنده سؤال يسألنا، وخاصة بالعظام، وأكو دروس أيضا إذا تدخلون للموقع تشوفون أكو دروس كثيرة عن العظام، وإحنا اشتغلناها، سواء كان العظام سمارت بونز، يعني العظام الذكية، أو العظام اللي إحنا نستخدمها. لا تنسون سووا شير للفيديو وشاركوا الفيديو، وبالأخير تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل قناة كارتون شو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.